الشيخ الجليل أحمد ديدات ولد بالهند عام 1918 وتعلم في صغره حتى الصف السادس فقط، إذ انقطع عن الدراسة لأن عائلته لم تستطع تحمل تكاليفها، ثم أجبر على ترك بلده وسافر إلى جنوب إفريقيا لمساعدة والده بالعمل، فعمل بائعا وسائقا في جنوب إفريقيا. كان يتعرض دوما لمضايقة المبشرين المسيحيين الذين كانوا يهاجمون الإسلام ويقللون منه، فحز في نفسه ألا يجد في كل مرة ما يرد به على افتراءاتهم. عول على نفسه فدرس القرآن الكريم والسيرة النبوية ونهل من أمهات الكتب الإسلامية، ولم يكتف بذلك بل انكب على دراسة الإنجيل والتوراة وكتب المبشرين النصارى. وبعد 40 عاماً من البحث والدراسة تفرغ للدعوة إلى الإسلام متسلحاً بحضور بديهته وقوة حجته ومعرفته الواسعة بالأديان. تحدى في مناظرات شهيرة كبار القساوسة المسيحيين مثل أنيس شيروش وروبرت دوغلاس وفلوريد كلارك، واستطاع أن يربكهم ويكشف مواطن الضعف والتناقض في خطابهم التبشيري، فأسلم على يديه آلاف المسيحيين وصار بعضهم من الدعاة للإسلام. دعاه القس الشهير جيمي سواغارت في 1986 لمناظرة بينهما. لبى الشيخ أحمد ديدات الدعوة، سافر إلى الولايات المتحدة ليخوض مناظرة القرن، رد هادئا مازحا على كل ادعاءات القس ومناوراته حول الدين الإسلامي، ثم استند إلى القرآن والنسخ العديدة من الكتاب المقدس ليثبت أن الإنجيل قد تم تحريفه من السلطة الكنسية، فأفحمه وألجمه أمام الملايين حول العالم. And let me share with you the knowledge I have gathered from the Christian learned men. They tell me, unless the pastor says to the contrary, that the Bible was not a verbal revelation like we Muslims believe about the Quran. We believe that the Quran was a verbal revelation. God Almighty tells His messenger, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Say, He is God the one and only. So Muhammad says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. So Allahu Samad, God the eternal absolute. So He says, Allahu Samad. He says, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. He does not beget and is not begotten. So He says, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ. It was a, the Quran is a verbal revelation. The Christians do not believe in a verbal revelation. They believe that the Holy Ghost, the Holy Spirit, inspired people, tickled people to write what they wrote. But in that case, you can't have word-for-word reproduction, which means that this was stolen. In literature, they call it plagiarism. ألف الشيخ ديدات كتباً عديدة من أهمها ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الكتاب المقدس كلام الله؟ مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء. وأسس في مدينة دوربان معهد السلام لتخريج الدعاة الإسلاميين ومركز الدعوة الإسلامية الذي لا يزال حتى اليوم نشطاً في مجال الدعوة. توفي الشيخ ديدات عام 2005 بعدما أدى رسالته في الانتصار لدينه وهداية الآلاف حول العالم للإسلام. إننا نؤمن بأنه لا إكراه في الدين، ولكن يجب الإظهار والدعوة باللسان والعقل وبالذكاء والحنكة، وهذا ما توقفنا عن فعله منذ قرون. فابذلوا قصارى جهودكم في نشر كلمة الله إلى البشرية، إنها المهمة التي لازمتها في حياتي.
you.